تزايدات في وشه مات عليك يا مشير. واحد اتحرق واحد اتحرق واحد مات واحد امبارح الراجل طلع بالمدرعه الساعه 1 بالليل قلت هيقول فض الميدان بالميكروفون طلع على محاميكوا ونادي المتناكه بالميكروفون ثلاث مرات ومتسجله فيديو حسبنا الله ونعم الوكيل. مصر متزقة. مصر متزقة. احنا عايزين نعرف حسني مبارك انحبس ولا لا. ايه اللي عرفنا ان حسني مبارك محبوس؟ احنا عايزين نشوفه علني. وسعادتك بقى البليه اللي حطها خدتها في اللي بسرق ازازة مية معدنية باخد شهر وثلاث شهور. حسني سارق اموال الدولة ومش عارفين يتعاقب. لا جاب فلوس جاب مال هيتعاقب وينشنع. مش هنسيبه هو وعياله مش هنسيبه لازم الصوار ومشير لازم الليلة يموت يعني لازم الليلة يموت خلي بالك يا استاذ خلي بالك والله العظيم يعني لو واحد لو واحد شفت سعادتك الصاحب بتاع الجزيرة ضربوه وكلنا في ناس ماتت مننا يعني دلوقتي لو واحد طلع من جامع بتاع بيت ربنا وبيصلي فرض الله هياخدوه يعتقلوه لو واحد طلع من خماره مش هيعملوا له اي حاجه ولا هيكلموه يا استاذ الداخليه اكبر حكومه معرسه على مستوى العالم ممكن تروح تجيب الواحد وتحبسه لا انا بقول كده انا بقول الداخليه تجيب الواحد من البيت تحبسه بتاع مال قضيه خلي بالك الشغل ده امريكي على فكره يا استاذ رصاصه اهو ذاكره حيه في